متابعي طقس العرب في الأردن. اليوم الثلاثاء تسود عموم مناطق المملكة أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلا لتصبح مائلة إلى البرودة. نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة عمان. إن شاء الله بتسجل حوالي 28 درجة مئوية مع أجواء صافية ومشمسة. نسبة الرطوبة عالية بتسجل 93% وسرعة الرياح 19 كيلومتر في الساعة. أما الآن درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة بداء شمالا مع إربد بتسجل 28 نهارا 17 ليلا وغيوم متفرقة، المفرق بين 31 و 17، جرش بين 30 و 19، عجلون بين 27 و 17 درجة مئوية وأجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار إن شاء الله. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان بتسجل 28 نهارا 18 ليلا، البلقاء كذلك الحال 28 نهارا 18 ليلا، الزرقاء بين 31 و 20، مادوى بين 29 و 18، البحر الميت أجواء حارة نسبيا بين 34 نهارا و 26 درجة مئوية بتسجلها ليلا إن شاء الله. المناطق الجنوبية الكرك 28 نهارا 19 ليلا، الطفيلة بين 27 و 19، الشوبك بين 25 و 18، ومعاه بين 34 و 22، العقبة أجواء حارة نسبيا 36 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 26 درجة مئوية إن شاء الله. أما المناطق الشرقية الرويشد بتسجل نهارا 34 ليلا 21، الصفاوي نهارا أجواء حارة نسبيا بين 36 وبتنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية، وكذلك الحال الأزرق 36 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية مع أجواء حارة نسبيا. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. تابعوا باقي تفاصيل نشرات طقس العرب. شكرا لحسن الاستماع، إلى اللقاء.